أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليلة البارحة نتائج الشوط الثاني المعاد من الانتخابات المحلية في بلديتي عرفات والمنى. وبحسب النتائج المعلنة فقد فاز تحالف أحزاب المعارضة بمنصب العمدة في بلدية عرفات. أولا الدائرة الانتخابية بلدية عرفات، عدد المستشارين 21، عدد المسجلين 42,560، عدد المصوتين 24,876، عدد الأصوات اللاغية 989، عدد الأصوات المعبر عنها 23,887، عدد الأصوات المحايدة 852، نسبة المشاركة 58.45%. اللائحتان المترشحتان تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل، لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. النتائج: حصلت لائحة تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل على 11,855 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 49.63%، وبذلك تحصل على 11 مستشارا. حصلت لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 11,180 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 46.80%، وبذلك تحصل على 10 مستشارين. اللائحة الفائزة لائحة تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل. هذا عن دائرة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية. أما في بلدية المنى بذات الولاية فقد فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعمادة بلدية المنى. نتابع. ثانيا الدائرة الانتخابية بلدية المنى، عدد المستشارين 21، عدد المسجلين 27,827، عدد المصوتين 14,264، عدد الأصوات اللاغية 749، عدد الأصوات المعبر عنها 13,515، عدد الأصوات المحايدة 640، نسبة المشاركة 51.26%. اللائحتان المترشحتان تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل ممثلة في حزب تواصل. لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. النتائج: حصل التحالف لاتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل على 6,350 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 46.98%، وبذلك يحصل على 10 مستشارين. حصلت لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 6,525 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 48.28%، وبذلك تحصل على 11 مستشارا. اللائحة الفائزة لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.